السيدات والسادة، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة مقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يناقش مع وكيل وزارة الشؤون القانونية عددا من القضايا المتعلقة بالخدمات المحافظة. صحة ساحل حضرموت يرشد العمل في الصيدلية المجانية وأجهزة الإنعاش الصناعي لمستشفى المقلة للأمومة والطفولة. اختتام الألعاب الرياضية لتنس الطاولة والشطرنج وكرة السلة للمسابقات الرياضية لأسبوع الطالب الجامعي الثامن. نعت السلطة المحلية بحضرموت المذيع المعروف بإذاعة المقلة محمد قاسم المفلحي الذي وافاه الأجل اليوم الأربعاء ببريد المقلة. ويعد الإعلامي محمد قاسم أحد الأصوات المتميزة التي برزت خلال العقدين الماضيين، حيث عرفه المستمعون مذيعا لنشرات الأخبار الرئيسية، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من البرامج الإذاعية، كما عمل على إعداد البرامج السياسية المواكبة للأحداث الوطنية التي شهدها البلد. وابتهلت السلطة المحلية إلى المولى تعالى بأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مع وكيل وزارة الشؤون القانونية الأستاذ محمد باهبري في لقاء جمعهم اليوم بالمكلة عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات في المحافظة. وتطرق اللقاء إلى وضع الشركات العاملة في حضرموت وضرورة القيام بواجبها في المسؤولية الاجتماعية لتنمية مناطق الامتياز النفطي، وكذا التأكيد على قيام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمسؤولياته في منح ترخيص مزاولة العمل للعاملين الأجانب، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية للتعاون وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل الصعوبات لتنفيذ كافة المشاريع الخدمية. وأكد الوكيل بن حبريش على أهمية العلاقة بين السلطة المحلية بالمحافظة مع الشركات النفطية العاملة في حضرموت بما يسهم في توفير كافة الخدمات للمواطنين ومضاعفة الجهود في معالجة الإشكاليات القائمة، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين. من جهته أشاد وكيل وزارة الشؤون القانونية بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتواصلهم مع كافة الجهات، لافتا إلى ضرورة التنسيق الدائم للشركات العاملة في حضرموت مع السلطة المحلية. استعرض رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العلي اليوم بالمكلة مع الأمين العام للمؤتمر طارق سالم العكبري آلية تطوير عمل الدوائر العاملة والاستعدادات للمراحل المقبلة. وأكد الشيخ بن حبريش على ضرورة العمل بما يسهم في تعزيز الشراكة الفعالة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحضرموت. وكما ناقش اللقاء آلية تطوير الجانب الإعلامي وتفعيل دوره بما يسهم في الارتقاء بأداء كافة دوائر المؤتمر وإيصال صوته إلى نطاق أوسع، وكذا التنسيق مع الجهات المختصة في المجال الشبابي والرياضي، وذلك ضمن اهتمام المؤتمر الجامعة بالشباب. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون اجتماعا موسعا لمديري الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات لمناقشة اللائحة الوزارية الجديدة للتقويم والاختبارات التي أقرت مؤخرا. وأكد الوكيل عبدون أن اللقاء يأتي مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية في المرحلتين الأساسية والثانوية، مشيرا إلى أهمية الإعداد الجيد والاستعداد المتقن لإجراء هذه العملية الختامية للعام الدراسي، لافتا إلى أن هذه اللائحة الوزارية الجديدة جاءت لتصنع الكثير من الضوابط والمعايير والقوانين لمجمل عملية التقويم والاختبارات لجميع المراحل الدراسية. وشهد الاجتماع استعراض مفصل للائحة الجديدة من قبل مدير دائرة الاختبارات بالمحافظة حسين الحداد، ومناقشات مستفيضة تؤكد حرص الجميع على تلافي أي إخفاقات أو إشكالات أثناء مراحل التنفيذ العملية للائحة الوزارية في الواقع التربوي والتعليمي بجميع مدارس ومجمعات مديريات حضرموت كافة. دشن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري صباح اليوم بالمكلة العمل بالصيدلية المجانية في مستشفى المكلة للأمومة والطفولة بنظام 24 ساعة متواصلة، والتي تهدف إلى رفد المواطنين بالأدوية المجانية لتخفيف الأعباء عنهم.
وعبر الدكتور الجريري عن سعادته بافتتاح الصيدلية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل متواصل اعتبارا من مساء الأمس. وفي نفس السياق تعهد الدكتور الجريري بتوفير أدوية مجانية بشكل مستمر للصيدلية، وسيتم رفضها ودعمها من قبل الإدارة العامة للصحة بكل السبل الممكنة. وفي سياق آخر، دشن مدير عام مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت العمل على أجهزة الإنعاش الصناعي في غرفة طوارئ قسم الأطفال، والتي سيسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الأطفال وتقديم خدمة صحية ممتازة في غرف الطوارئ، مشيرا على ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة وصيانتها بشكل مستمر لتقديم الخدمة بشكل مستحسن. تفقد مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير والوفد المرافق له مناجم الذهب بوادي مدن ومخيم شركة ثاني دبي بوادي مدن مديرية بروم ميفع. واطلع المهندس بابحير على مناجم الذهب والوضع السيء الذي توصلت إليه نظرا للإهمال وتوقف العمل فيها وعدم صيانتها، مما أدى إلى تلف الآليات والهوائيات والسكة الحديدية داخل المنجم، مستمعا من مستشار الهيئة المهندس عبد الله السويد عن تاريخ إنشاء المنجم. كما قام مدير عام الفرع والوفد المرافق له بزيارة مخيم شركة ثاني دبي والاستماع من المختص الفني عن أوضاع المخيم وكيفية الحفاظ على الأدوات والمعدات أثناء عدم تواجد الشركة مع الوضع الاستثنائي التي مرت به البلاد. نفذ الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت النزول الميداني لحقل العيون التابع لمؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بمنطقة العيون بمديرية غي البوازير، حيث شارك الفريق الجيولوجي لجنة تحديد وحصر الحقول المائية للمؤسسة العامة للمياه للحقل حقل العيون وتحديد معالم الحقل حسب الواقع والبيانات الفنية وما هي الطرق الفنية لزيارة التغذية المائية لهذا الحقل من أجل الحفاظ عليه من التلوث. هذا وباشرت اللجنة عملها ابتداء بحقل ثله مديرية أرياف المكلا وتسجيل جميع البيانات الحقلية للفريق الجيولوجي لهذه الحقول المائية الواقعة بالوديان التي تعتمد بصورة أساسية على التغذية المائية للأمطار والسيول أثناء موسم الأمطار. وفي حالة الجفاف والتصحر الوديان فسرعان ما تتملح هذه الآبار وتعتبر حقولا مائية تحت سطحية. اطلعت السلطة المحلية بمديرية الشحر اليوم على مدى جاهزية مستشفى الشحر العام لإقامة المخيم الطبي الجراحي السابع في مدينة الشحر. جاء ذلك لدى لقاء جمع مدير عام الشحر المهندس أمين برزيق مع مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عمر الصبان للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات ومدى جاهزية مستشفى الشحر العام لإقامة المخيم الطبي. وأكد الدكتور الصبان على استعداد وجاهزية مستشفى الشحر لإقامة المخيم، ويأتي المخيم الطبي الجراحي السابع المقام في مستشفى الشحر العام يرعاه محافظ حضرموت ويشرف عليه مكتب الصحة العامة والسكان. تمكن مركز شرطة فوة من إلقاء القبض على سارق احتال على بائع في محل بيع النظارات وسرق منه مبلغ بقيمة 3000 دولار. وصرح قائد مركز شرطة فوة الملازم أول سعيد العمودي لمركز الإعلام الأمني بمديرية المكلا حول تفاصيل الواقعة بوارد بلاغ من أمن مديرية المكلا بالواقعة، وتم تشكيل فريق عمل القبض على المتهم بالتنسيق مع الدوريات الأمنية المنتشرة والتحريات. تمكن الأمنية من تحديد موقعه وتم ضبطه في أقل من 3 ساعات من ارتكابه الجريمة، حيث تم التحقيق واعترافه بارتكابه لجريمة السرقة وتحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة. افتتح رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد خنبش قاعة الدراسات العليا الجديدة بكلية الآداب بمدينة المكلا. وخلال الافتتاح تعرف رئيس الجامعة ومرافقوه على التجهيزات والتأثيث الحديث التي شملتها القاعة، وتضم كلية الآداب قرابة 150 طالبا وطالبة في مساق الدراسات العليا الماجستير. وأشاد خنبش بالجهود تبذلها عمالة كلية الآداب ورؤساء الأقسام العلمية والهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في تطوير العملية التعليمية بالكلية والترتيب الجاد لهذه القاعة الجديدة لطلاب الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب. اختتمت المسابقات الرياضية للعبة تنس الطاولة ولعبة الشطرنج لكليات الجامعة والألعاب الفردية للطالبات ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن بمشاركة 112 طالبة يمثلون جميع الكليات.
وسبع طالبات البطولات الفردية، كما اختتمت بطولة لعبة الشطرنج التي شاركت فيها جميع كليات جامعة حضرموت وكذلك الألعاب الفردية. وفي الختام قام رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد خمش بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم الميداليات وكأس البطولة للحاصل على المركز الأول وكأس الوصيف للحاصل على المركز الثاني. على صعيد متصل اختتمت أيضا على ملعب نادي شعب حضرموت بطولة كرة السلة وجمعت المباراة النهائية كلية العلوم الإدارية وكلية التربية بالمكلا، وأسفرت على فوز كلية العلوم الإدارية على فريق كلية التربية بالمكلا. احتفت جمعية رعاية وتأهيل حالة التوحد بوادي وصحراء حضرموت بدمج 9 أطفال من أطفال التوحد في مرحلة رياض الأطفال بمدينة سيئون. وأشار رئيس جمعية رعاية وتأهيل حالة التوحد بالوادي والصحراء المهندس عبد الله حميد بأن هذا اليوم يعتبر يوما مشهودا ومباركا على مدينة سيئون، موضحا بأن هذه الاحتفالية هو إدراج الفرح لهؤلاء الأطفال ولتعريف المجتمع بحجم المشكلة التي تعانيها هذه الشريحة لتوضع الحلول المناسبة لها ومشاركة كل أفراد المجتمع كل من مكانه ومنصبه في تلك الحلول. وتخلت تلك الاحتفالية مشهد تمثيلي عن تعليم أطفال التوحد وفقرات تعبيرية وأنشورة أطفال التوحد. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وكيل أول حضرموت يناقش مع وكيل وزارة الشؤون القانونية عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات في المحافظة. صحة ساحل حضرموت تدشن العمل في الصيدلية المجانية وأجهزة الإنعاش الصناعي في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة. اختتام الألعاب الرياضية لجلسة الطاولة والشطرنج وكرة السلة للمسابقات الرياضية لأسبوع الطالب الجامعي الثامن. ختام نشرة مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.